ويتك ويتك على الكيوت كتشعل الفخر. اي هاي 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 لا اسكيتا لي ويلا خوتي شو 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 شو. السلام عليكم اخوتي. المهم اخوتي صباح الخير ومبروك عواشركم مبروك عيدكم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيت اخوتي. المهم الدراري غادي نمشيو نصليو هي اول حاجه هذه هي اول حاجه نديرو اليوم. نتوما بزاف طلبتوا مني انني نوريكم كاع داكشي اللي غادي ندوزو في هذا اليوم هذا الكريم. المهم اخوتي اليوم غادي نمشيو نصليو هي الاولى عاد ديك الساعه ندوزو لداكشي. المهم اخوتي تبارك الله شوفوا كلشي غادي دابا يدي السنه الدراري بعد ما صلينا صلاه العيد الدراري كلشي غادي يدي السنه ديالو ان شاء الله يكون كلشي على خير وبخير ان شاء الله. المهم اخوتي يلا نمشيو نكملوا داكشي اللي باقي. صباح الخير عليكم. بغيتكم او مات كي درتو تفقتو بكري اليوم ما نعستو حتى اليوم العيد 5 الصباح هكاك. المهم اليوم شنو غادي نديرو اول حاجه شنو هي نفطرو. هي غادي نفطرو تبارك الله تبارك الله الواليده شنو وجدات لينا مع الصباح. المهم دابا حنا مشينا صلينا ياك صلينا الصلاه ديال العيد من بعد غادي نفطرو كما قلتو ومن بعد غنديرو غندبحو. دابا نتوما عندكم اليوم واحد التحدي. شنو هو؟ هو انكم غادي تغسلوا الدوارة. غادي نشوفوا واش غادي تعرفوا تغسلوا ولا ما تغسلوا والو. كنعرفوا عندكم ولا نبقاو معولين عليكم في الاخر نزقوا ما كنعرفوا مشاوير ما والو هكاك صافي. جات يلا. واش عرفتوا علاش عيطت عليكم؟ لا ما عرفناش باقي ما عرفتوش علاش عيطت عليكم؟ معروف ان نهار العيد نمشي كيخبروا. وانا من الصباح كنقلب على سيمبا ما لقيتوش. ما لقيت سيمبا هاي هاد البلاصه ديالو ما كاينش فيها البلاصه هنايا في كياكل وما لقيتوش. قلبت كلشي قلبت الكوزينه. شوف دابا غادي نديرو رحله البحث خصنا نجبدو اليوم سيمبا ولا عرفتي شنو كيبان ليا ما غادي نسويو غادي يخرج غادي يشم ريحه اللحم غادي يبان. شوف دابا غادي نمشيو نقلبو عليه يا ربي لقاه وما عرفت فين مشى غبر لقاتو دعاء دعاء لا دعاء قولي لنا دعاء في لقيتي تحت الماريو ويتك ويتك. دابا شتي علاش قلت لكم ما نبقاوش نحيدوا لي ديك اللعيبه اللي كتكون فينا تسر سر سر ها كنعرفوا فين كاين الله ما بقاش تغبر علينا. شوف ما تغبرش علينا. المهم دابا اش غنديروا غادي نمشي نشوفوا الخروف اللي كاين اللي سماه مسعود كاين اللي سماه عباس كاين اللي سماه بشكول كاين اللي سماه سيمبا كاين اللي سماه داصر وهو الصراحه داصر ضائلة قالوا كاين اللي سماه والله الا كاين اللي سماه ريان اشوف والله الا داصر دابا غنطلعوا عنده دعاء بعدا مستحيل طلع ما طالعش انت ولكن غادي نطلعكم والله تطلعوا وهو مطلق في السطح غتطلعوا دابا نشوفوا الخروف عاد نمشي نجيبوا لك بزاف ما راه ربطوا لك راه واش معروف عليه واش معروف واش معروف عليه هو راه كيحل هذه الكردات دغيا كيطرطقها واخا دير لي اربعه الكردات. المهم شوفوا دابا غادي نمشيو نشوفوا ديك الساعه نمشي نقلب على كزار غير باش يعاوني في السليخ انا غندبح انا ندبح وهو يعاوني في السليخ يلا لي ويلا خوتي شو 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 البارابولا الدراري شو كيردوا شو كيردوا وما يمكنش ما كيجلس ويلي ويلي طرطق طرطق والله الا طرطقوا وناري اخوتي راه ما يمكنش حيدي 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 ويلي 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 ما تيجلسش اخوتي شوفي كترابطو كترابطو هنايا ها هي القنبه شو هو فين مشى وصل وما كيجلس ما تيجلس واش شفتو كيفاش جلس شفتو كيفاش جلس هذيك طرطق هذا دخل في الفكره الباهي دابا دخل فينا والله ما يمكن مشكله ما تيجلس ما تيجلس وما يمكنش اخوتي هربني شو 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 ها هو يبدا ينقص ها هو يبقى شويه كنقرب ليه كيبدا يشوف فيا واحد الشوفات نار اخوتي ما عرفت يعني والله اول حولي غندبحها اخوتي في حياتي شو كيفاش داير شو كيفاش هو داصر وما تيمركش ربي دابا نتوما يا انا عارفكم باللي باغيين فوقاش غير تذبح كاين ولا لا حنا سباسل دابا كون كان شي خروف ضريه في ديك تبقى تقول علينا لا وكذا باغي يقتلنا باغي اجي بعدا شكون اللي فيكم شكون اللي فيكم نتوما عنده مع الدم عادي عادي انت كتطلعي تشوفي الذبيحه انت ما عندكش مع الذبيحه انت يا خصك المهم انت داكشي القنصه وداكشي اللي قلنا لك خصك دير شي قنصه الدوار هو ما عندوش القنصه ياك والله ما عرفت دجاجه صراحه ترى بزاف ترى بيبي خوتي راه ما يمكنش شو 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 وقطع وما يمكنش هذا ديال الناس دايرين اخوتي عندنا في السطح قطعوا. المهم اخوتي دابا غادي نمشي نجيبوا الجزار انا نوريك رايان
انا وريك البزاله السله كامله نحيدوها لك. تفرسكم واحد الحاجه راه الحمد لله حيتاش السطح ديالنا كله عالي خصو السطح كله وما فيهش سراجف كره تلاح مشى فيها. المهم الحمد لله دابا اش غادي نمشيو غادي نمشيو نقلبوا على كزاب ياك وشوف لك الحادقه توجدوا الماء ويلي 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 على لا فينو اليوم انتوا موجوده تا ما عندي مثالكم. يلا 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 الاستعداد ودعاء. بغيتك تقولي لي كي جيتك بس ناضر وناس خوتي ماشي انا اللي سلخته ياك ماشي انا اللي سلخته ولكن انا شتيني ولا ماشي شي والله الا خوتي اول مره كندبح خروف ولا شي حاجه عمرني ما فكرت انا ندبح حتى دجاجه ودبحت اليوم الخروف. هذه هي السنه كدا الخروف كيطير اخوتي شنو درنا ربطناه هي الاولى عاد بس ذبحنا. دابا غادي نمشي نشوفو اشكيطا واش غادي تعرف تغسل ولا لا. او بعد ما سالينا الحولي ما شاء الله دابا اشكيطا شنو كدير دعدع كتغسل المشات الخارجيه. انت شوف اخوتي شو ها شنو كديري ليه دابا نفرق شنو سميت هذا بعدا المصران. المصران احنا بينا نعرفوك واش عارفه ولا ما عارفاش هي كتجمعي المصران ايه شنو من بعد كديري. المهم المراحل الاخرين نرجع نشوف شنو درتي لهادشي غنشوف واش هادشي تقدي مزيان ولا والو. ودرت فيه الماء دابا كتغسليه ولكن فرضك واحد القضيه درتي كان لك ما تحشيش هنا باش ميتو سخس المكان ما عرفتش احنا نشوف واخ اي هاي 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 لا اسكيتا ويلو ولكن تلقيتي المساعده دعاء اللي بنت ليا دعاء ما درتي والو دعاء راه دابا خصك تعلمي صافي تكركب تحتي انت والراس داكشي انا سمعت لويده قالت لك هاديك مسخوطه. المهم صعب هبطت هي وياه هو هبطها. المهم اسكيتا غنتسناوك دابا باش تقدي لنا السوا صافي صافي سير على الله. او ناري اخوتي شنو وقع علينا كنا بغينا اللي حل اليوم الفيديو نهار العيد اول عيد ولكن شنو وقع لينا تمسح كلشي ما فهمناش كيفاش الفيديوهات كاملين تمسحوا لينا لقينا شي لقطات ما عندناش دوك اللقطات اللي صورنا لكم في الاول غنديروهم اللي لقينا وداكشي اللي ما لقيناش. المهم غادي دابا شنو غنديروا غنوريهم الشوا وكلشي ديال نهار ثاني عيد غادي نسيو اللحم وكلشي وبعدا قبل ما هادشي كامل خصنا نوريهم واحد الحاجه شنو هي الحاجه هي ويلي 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 التيتيز عندنا في الدار عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو ويتك ويتك شي دعاء الكرينات الله شو شو دعاء جات بوغوصة لعندي ما يتسالى شو دعاء برافو عليك صحتك. المهم شوفي شنو غادي نديرو غادي نمشيو نديو الخروف يتقطع هانتي نديو يتقطع ومن بعد نجيو ندير لهم القطبان ديال اللحم يفطروا معانا ويدوزوا معانا دوك الاجواء ديال ثاني عيد بحال نهار العيد. المهم داكشي اللي مهم ها انت المهم داكشي المهم الاول ديال الذبيحه وداكشي وريناه ليهم شاركم معاهم نهار انت يلا خودي دابا غادي نمشيو بعدا نقطعوا هادي او بلاتي بلاتي قبل 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 اش غادي نديرو غادي نسولكم على الاوتفيت ديالكم ماسك كتنطق المهم نسولكم المهم راه فهموهم البلان خديجه قلنا بشحال شديتي هاد داكشي تاع ولد الشعب هذا 150 درهم صنداله ب 70 درهم بالصحه والراحه. المهم شحال طلعت على القضيه بشي شي 200 درهم تقريبا بالصحه والراحه. دع دع دابا دع دع انت يا نوبتك قولي لي بشحال شديتي هذا الاول هاد هاد شنو سميت هذا بعدا قميجه هاد القميجه بشحال شديتيها ما عقلتيش 150 درهم 150 الوالده عاقله والسروال بشحال شديتيه هو ما عقلش تا هو 150 درهم تا هو 150 150 هاد 300 درهم فوق 300 درهم والسبرديله بشحال 1100 درهم 1100 درهم هاي هاي وتصرتي مع راسك تصرتي ورينا كاع نشوفو هاي 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 لا لا نادية لا لا بالصحة والراحة دع دع. المهم انا ورينا لكم الحوايج العيد ديالهم قولوا لنا شكون اللي عجبتكم اللبسة ديالها واش ديال اسكيتا ولا ديال دع دع اوه هاي 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 قال لك اسيدي انت انا بغاو يشوفوا شكون شرا حوايج العيد فراسكم ما شريتش حوايج العيد هادو باقي الوالد كيشري لي هادو كادو من عندي الوالد كادو شوفي هانتي بسروالها ياك هادي راه مزيانه المهم يخدو لي الصنداله تاع الصحراوه
صحراوي زين شفتو زينة لا لا تتكفلنا هاد اللون واحد حاجة شريتو باش انا شفتها ليا الوالدة شنو هي؟ فضالة أو تا صحراوي شي صحراوي زين وكاسكيطة ديال نسيب اخويا ناضية بالصحة وراه ياك جا فنجة زوين كيجاكم جيت بوكوس ولا ما جيتش بوكوس كيجاكم ملابس تقليدية صحراوية تقليدية صحراوية شوفوا شوفوا يا سلام مهم اخوتي دابا فين جينا؟ جينا على العزاوي العائلة كاملين باش نباركوا اليوم اخوتي بالعيد هذه هي الأولى يلا با عزوز مبروك عواشرك واش فراسك بعدا باللي با عزوز كان كيدبح لينا سبعة الخرفان تمنية صح عقلتي با عزوز وعطي كان با وبوحدو بوحدو مبروك عواشرك با عزوز بارك للناس العواشر مبروك عواشركم اخوتي بارك للعواشر مهم اخوتي الله يحفظكم هذا هو با عزوز هذا هو اللي ولدنا كاملين كون ما كانش هو ما نكونش الله يخليه لنا والله يطول في عمره والله يشافيه كلش اخوتي في الكومنتات يقول الله يشافيه يلا اخوت قبيله وريناهم قبيله وريناهم الاب الروحي دابا نوريهم الام المكافحه اللي كون ما كانتش هي ما نكونش حنا كاملين اللي طابرات علينا والصراحه هذه هي الجده ديال العائله الله يخليها لنا الله يطول في عمرها والله يخليك بصحيحتك باركي اليوم بالعيد مبروك عواشركم وكاملين كتابعوا وليداتنا وكتشجعوهم الله يطول عمركم ويخليكم لينا وشكرا لكم كاملين وديروا لايك ودعموا الله يخليك لك جداتي شا اخوتي الجدة الحنينة الله يخليها لينا الله يطول في عمرها ويلي ويلي ولا لا عندنا تبارك الله الزين سو 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 سيبي ويلي ويلي لا يضربنا ابراهيم يضربنا ابراهيم تبوكيسا شو الاوتفيت ديالك بشحال شديتيها 70 درهم والله الا واعره ما عندي ما هادي قالت لينا شحال تشوفوها في الفيديو انتيا انا خديتها ب 1400 70 درهم المهم مبروك عواشركم وباركوا باركوا للناس باركوا للناس مبروك عواشركم اخوتي تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا يا ربي الله يبارك فينا طورتكم الزوينه قول لنا في الكومنتات المهم مبروك عواشركم صوت تبارك الله والله الا جيتوا نوارك صباح الخير النهار الثاني يا اخوتي ديال العيد دابا شنو كيوجدوا لنا دابا شكون فيكم ناطع من القطبان وشكون اللي فيكم غادي تشوي جوج نتعاونوا تعاونوا انتي غتشوي ياك شوف دابا انتي اول حاجه ساديري وزدي لنا كيسان ديال المولاضه والخبز وداكشي وانتي وزدي لنا القطبان اتاي صاحبي ماشي المولاضه اتاي راه واجد اتاي وزدناه وزدتو شنو باقي مولاضه صافي المهم دابا غادي نشوف القطيبات اللي غادي يديروا لنا يلاه سير حنا نشوفو ويتك ويتك على الكيوت كتشعل الفاخر شوفو ما شاء الله الله يلا بصحتك شعلتي الفاخر ما عندي مثال كدعدع دعاء دابا شنو كنتسناو كنتسناو دعاء تسناو خديجه توجد لينا القطبان الكباب المهم توجدوا منا باش نفطروا ياك ويدوز عندنا النهار يا سلام وغيشوفوا معنا كلشي ثلاثه ويتك 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 دابا شنو هذا شنو هذا وجدتوه البارح لان خالتي قطعناه ودرنا في الثلاجه وداكشي ودرنا المهم المهم درتو لي القوام كديتو كلشي دابا غنعمرو دابا المهم عمري القطبان راه كنتسناو راه بغينا نفطروا ما نبقاوش نبقاو بلا فطور خوتي دعاء مسكينه عرفتي كي ولات حراره اصلا دابت مسكينه وانا نقول لها شوف شوفوا 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 تبارك الله الحمد لله حسكم وراحتكم كاملين تكونوا معنا تنتوما وتذوقوا اللحم ديالنا ديال الحوري المهم مرحبا بكم اخوتي مرحبا بكم حنا المهم بغينا نعيشكم الاجواء البارح تمسحنا الفيديوهات ديال بغداد قلنا نعاودوا نعيشكم الاجواء ديال ثاني عيد راكم عارفين كلشي كيفطر بالكباب بحال هكا بالقطبان داكشي وبصحتكم وراحتكم صحتكم وراحتكم صحتكم وراحتكم المهم اخوتي ها هو كيفطروا بغيت نقول لكم مبروك عواشركم تعيدوا تعاودوا قلنا لكم في الاول نعاودوها لكم عاوتاني في الثاني ضروري المهم اخوتي نتمنى كان عندكم فيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب فعلوا باش يوصلكم اي طا كنبغيوكم محليكم.